يو ليتيز اند جنتلمان، حبايبنا مثل ما انتم شايفين اليوم منزل عنا سكين جديد اسطوري باللوز اللوز 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 حبايبنا الكرام. سو هذا سكين شباب، هذا الاسود طبعا، هذاك الورا الثاني هذاك نزل من فتره من زمان كثير، بس هذاك نرجع نزله. المهم شباب على اليمين عندنا هذا سكين شباب، بدي يذكرني هذا السكين كثير من الذكريات. ما اعرف اذا تتذكرون ايام زمان الفيلم اللي اسمه ماتريكس، ما اعرف اذا تتذكروا شباب، هذا يذكرني ذكرني فيه. اوكي حبايبنا قبل ما نبلش اي شيء يا اساطير، بلش نشوف الدائره هي العجله السهم الازرق يا حبايبنا. لا تنسوا تصلوا على حبيب محمد عليه الصلاه والسلام يا احلى الناس، ولا تنسوا بلايكات وشوت بارتيات يا حلوين. اوكي حبايبنا الان يا شباب ان شاء الله نشوف مهارتي بالرمي الاسهم معلم. اوكي يا اساطير خلينا نبلش اول طلقه هيك على السريع هيك، ليتس جو ارمي. لا هيك ما اتفقنا معلم. اوكي ما شاء الله رح نعطيكم شرح سريع لان هذا الحدث الموجود. اوكي عندنا هون الموجوده على اليسار فوق عندنا الرميات فوق في طلقه ب 25 وطلقه ب 225. اوكي يا اساطير وعندنا المتجر شباب نقدر نستبدل الاشياء الجوائز الموجوده بالحدث هذا يا جميل. طبعا هون عندنا تقريبا عندنا هون حصلت على 3 ذهبات. اوكي وممكن نحصل على تخفيض لما 10 طلقات يعني 10 يعني هلا مثل ما شايفين مكتوب عندنا على الدايره مثل هي 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 يا قاعد بقول لكم شباب انا هلا الطلقات الجايه رح يكون عندي 10 طلقات بالنصف القيمه يعني فهمتوا علي كيف. اوكي طلقات متبقي 10 ابلع نضرب واحده معلش حلو 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 شو صار هون. اوكي لا 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 معلم ترى في شيء معلم. طب شباب شايفين بعلكم حظ الاسطوري شباب باللوز. يا سلام عليك اتفرجوا حبايبي. طبعا شباب بالنسبه خلاص شباب بدكم شيء معلم خلاص جبنا ابو السكين معلم على الصبحيات على رواق. بس طول بالك معلم يعني بقى على طول بالك جبنا السكين بعرف انا جبت السكين بس طول بالك بالنسبه للسكين عندي يا ما يلزمني. اوكي باقي عندنا 161 بطاقه. سو تعرفوا شو؟ راح نجيب فيهم بطاقات الحاضنه هذول واحده معنا لازم نجيبها معلم. خلاص نجيب ليش لا نجيب بطاقات حاضنه معلم نجيب هذول كلياتهم نجيبهم معلم. ترى شفتوا شباب شفتوا كمان صراحه ما اعرف كم لف ضربت بس عن جد هذا الحظ مستحيل عم يصير شباب. الشيء اللي عم بيصير بلابتوب فري فاير معي شباب العز يا لطيف او ماي جاد شباب يعني بالعاده شباب واو. اوكي 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 معلم. اوه بنزل هون سكنات الظهر بالكيوب ماجيك شباب بنزل سكنات جديده في الكيوب ماجيك. تعالوا صوروني نروح نشوف عندنا هون سكنات جديده بالكيوب ماجيك. الشيء اللي شفته طولوا لي بالكم حبايبي ندخلون كان كيو ماجيك يا اخي نسيت يا ول ما كان كيو ماجيك. هذول الظاهر نزلوا هذا السكنين شباب هذول الجزات شكلهم نازلين هذول كان مره نازلهم بالدايموند رويال حلو باللوس هذول سكنات حلو. اوكي 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 شباب اوكي ما انتم شايفين شباب شوفوا فوق عندي صفر كيو ماجيك يا اخي ترى انا مثلكم حظ بالكيو ماجيك ما في. اوكي المهم شباب نجي لهون نرجع نشوف السكين شباب طقم هذا ابو بنظارات يا اخي. طبعا هذا السكين شباب برا من زمان كثير نزل يعني بسيرفر ثاني وحركت الحدث تبعه بس ولكن حبيب والله. اوكي هات لشوف الطقم والهذا معلم فرجوا ديم 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 شباب عن جد يعني يا اخي حسسك ما اعرف يا اخي تحس شيء طبعا كله اسود على اسود معلم. اوكي صراحه كثير حلو بس حابب اشوف التوربه الحذاء يعني حاسه شوي كبير بس اوكي حابب اشوف المنطال تو شباب نفرجيكم المنطال نعمل هيك مثلا المنطال اتس كول معلم والله يعني حتى شباب الصراحه السلكين يعني مرات يعني كل شيء يعني كل شيء تمام يعني شوف حتى الشعرات متقالمه مع النظارات يا اخي تفرجوني على النظارات لحاله معلم هذا شيء ثاني حبيبي والله. اوكي خلينا ندخل نشوف السكين شباب بالتدريب مثل كل مره. لا وين دخلت انا؟ وين دخلت انا؟ اخذت جيم ظاهر كلاسيك معلم. اوكي نو بروبلموس قولي ايش شو هيدا يا اخي حسك بيت المافيا يا اخي ولا واع معلم هيك يا سلام والله حتى حدد الشيء طبعا الشيء عاملينه من هون مثل حسوا مثل الكريستال ما كريستال شيء باللوز الصراحه حبايبي نايس فيري نايس
السلام عليكم. هلا شوي هيك الجو غامق شوي، خلينا ننزل من الطياره نشوف حبايبنا. طولوا بالكم، يلا ندخل نشوف يا ساتير. ايوه انزل شوف الوضع معلم. انزل يا اخي انزل. يلا نشوف الوضع معلم يا حبيبي. ها هيك صرنا نشوف افضل شباب بالسكين. ترى يعني مثل ما توقعت، يعني السكين يعني ما فيه كتير، يعني مو كبير. اوكي ماشي حاله تمام. اوكي معلم تمام معلم، بدنا ننزل من الطريق نكمل هالفايتات. طولوا بالكم معلم. وال في واحد معلم، خلاص معلم بدنا نزلنا معلم في الفايتات، خلينا ننزل نكمل. واو ويل تعال. قول لي. لا تعال روح نشوف شو اللو تبع الليل. ترى كان في واحد منيك وراها على فكره، بس ما في مشكله. طولوا بالكم معلم. يا اخي دخلنا نكمل معلم، خلينا نكمل لحتى نموت شباب، شو رايكم؟ خلينا نكمل هالقبل حتى نموت. يلا انت معنا حبيبي والله. قول لي تعال شباب، ليش تعال؟ كان في واحد بعيد مني انا روح نشوف شو. تمام ايوه يا جميل. ايوه وينه هذا كان في واحد هنا. طلع عليك الامان، وينك؟ والله معلم شكله متخبي. طول بالك نجي لهون. ايوه الجميل وينه يا اخي؟ هذا هو. حط حشيش الجميل. يا زلمه جاي لي بالار سي 80. وين في واحد منك تمام؟ يلا هذول كتب معلم. ترى فين؟ ول في واحد ثاني على اليمين. يلا ربك وين هذاك؟ هذاك ماني شايفه والله. ولع انت هاي شوي. في واحد ثاني معلم. يا الله وين تخبى معلم؟ الله زلمي ما في دم. هون في دم هون معلم. تاني شوي يا جميل. قول لي وين هو؟ يا الله تخبوا ورا التاج. وان شوت باللوس. هذاك تاني من معلم. طولوا بالكم معلم. يا اخي والله شيء باللوس. اوكي هناك في واحد هناك. تعال هناك. تعال يا جميل تعال، شو نحاول نجيبه برشة معلم. طولوا بالكم. ايوه هون شوي. شكله فوق. سلام عليكم معلم، كيفك؟ سلام. لا يا اخي طولوا بالك معلم. شو هذا ما يمزح معلم ابدا. اوكي والله يا سيد حبايب الكرام، الله يسعدكم يا رب. هيك بيكون تمام مقطعنا اليوم يا صديقي، ان شاء الله عجبكم المقطع. لا تنسوا بزر اللايك واشترك. تعالوا هون شو عم تستنى تشترك؟ اشترك يا ول. يلا نشوفكم على خير، باي.